في صحيح مسلم قالت أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله، أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إنه لا يكون عندي شيء إلا ما يدخل علي من الزبير زوجها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا سبب السؤال عند مسلم، وإلا الحديث في الصحيحين، يعني ما يدخل علي من الزبير، يعني إما ما يعطيها من نفقة لها فتدخر هذا الشيء، أو ما يعطيها من ماله فيسمح لها أن تنفق منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك، فيحصي فعل مضارع منصوب لأنه بعد فاء السببية المسبوق بالنهي، لا تحصي يعني لا تدققي ولا تجمعي، فيحصي الله عليك يعني من العطاء أو من الثواب يوم القيامة، ولا توعي فيوعي الله عليك، كذلك الإعراب نفسه من الوعاء، وعبت الشيء في الوعاء وفي الإناء يعني حفظته وأمسكته. قال ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي رواية البخاري لا توكي يعني الوكاء وهو الذي يربط به الإناء، قال لا توكي فيوكى عليك. فدل هذا على أن الإنسان يحرص على أن ينفق ما استطاع ولو بما قل. أما كون بعض الناس يصيبه الهلع والخوف، بل ربما أفضى ببعضهم إلى أن يبيع دينه ليس من أجل، وهذا مذموم أصلا، ليس من أجل أنه يوفر الأشياء الضرورية، بل للأسف الشديد نسأل الله السلامة والعافية يبيع دينه من أجل أن يتحصل على أموال ليشبع غرائزه الكمالية، نسأل الله السلامة والعافية. وأعظم من ذلك أن بعضا من الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يبخل على أهله وعلى أسرته بما أوجبه الله عز وجل عليه من النفقة الواجبة. ولذلك عبد الله يتوقن بأن الرزق بيد الجبار، جبر الرحمة، جبر القوة، جبر العلو، جبار في علوه، جبار في قوته، جبار في رحمته عز وجل.